هنروح، خلوني اقول لكم لموضوع تاني، وبس هنتكلم عن نفس الحفله اللي كايروكي، وهو فريق متميز جدا وكلنا عارفين انه ليه قاعده جماهيريه كبيره وشعبيه طاغيه، بيقدر يوصل لاجيال متفاوته من الاعمار. احنا بنشوف في حفله كايروكي الصغيرين في السن جن زي ما بيقولوا، ميلينيالز اكبر شويه اصغر شويه، كل الأجيال والأعمار متفاوتة بتبقى موجودة في حفلات كايروكي. عشان كده الكاتب ولاء كمال تناول كتابه أيامي مع كايروكي وحكاية جيل أراد أن يغير العالم، اللي أصدره في 2019 في إطار دراسة اجتماعية تاريخية فنية عن الجيل اللي بينتمي ليه الكاتب وأعضاء الفرقة. بيوثق رحلة فرقة كايروكي وملامح النشأة والتكوين والحياة الشخصية لأفراد الفرقة الخمسة، ورحلة صعودهم بقى من البداية لتصدر الساحة الموسيقية المستقلة، وقدروا ان هم يغيروا المشهد الموسيقي المصري، خليني اقول الاندبندنت ميوزك يعني زي ما بيقولوا. معانا دلوقتي الكاتب ولاء كمال، يا مساء الفل عليك. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك، وخليني احييك على فكرة الكتاب، فكرة حلوة، دراسة فعلا مهمة ان احنا نعرف الجيل ده او ازاي كايروكي غيروا في مفهوم الموسيقى الاندبندنت، خليني اقول، او الاندر جراوند ميوزك. ليه اخترت فرقه كايروكي بالذات؟ والله هو في الحقيقه الفكره كانت عندي في الاول ان انا كنت عايز اكتب كتاب عن الجيل بتاعنا ده، الجيل اللي انا بنتمي ليه. انا بنتمي لنفس جيل كايروكي، وكنت شايف ان هو جيل مهم وشاهد لحظات تاريخيه كثيره يعني مهمه في تاريخ مصر، وكنت عايز احنا اللي نوثق لنفسنا وبشكل او باخر ما كنتش عارف هكتب الكتاب ده ازاي، يعني هل هكتبه بشكل روائي، هل هكتبه كنوع من انواع التوثيق. بس لغايه ما حضرت حفله الكايروكي في 2017 وانا كنت اسمع عنهم بس ما كنتش يعني اقدر اقول لك انا فان، يعني اعرفهم كويس او بتابعهم كويس، وفوجئت في الحفله ان هم افكار كتير من اللي انا كنت عايز اناقشها في الكتاب هم بيناقشوها في الاغاني بتاعتهم. وكمان الحاجة التانية اللي لفتت نظري كانت ان الجمهور اللي كان بيسمعهم كان اصغر مني بكتير، ففهمت او يعني ادركت ان هم عندهم قدرة ان هم يتواصلوا مع اعمار اصغر زي ما حضرتك كنت بتقولي من شوية. فحسيت انه انا لو كتبت الكتاب بتاعي وحطيتهم هم في قلب الكتاب، انه يعني اكنه بيتكلم عنهم بس في نفس الوقت هو بيتكلم عن الجيل كله، هم ممثل للجيل دوت بكل اللي مر بيه في اخر 30 40 سنه من تاريخ مصر، ساعتها اقدر اوصل لقاعده كبيره من القراء اللي هم اساسا بيحبوا يسمعوا كايروكي. ايه الاغنيه اللي حسستك ان هم ينفع يتكلموا على لسان جيل؟ يعني ايه الاغنيه او الكذا اغنيه اللي انت، لا خليني اقول اغنيه واحده يمكن علقت معاك اكتر، حسيت ان هي دي هم قادرين يتكلموا على لسان جيل؟ بصي يعني بصراحه ما اقدرش اقول ان هي تبقى اغنيه واحده، يعني انا بعد ما رجعت من الحفله دي جبت الالبومات بتاعتهم وسمعتها، لقيت ان هم بيعملوا حاجه انا ما كنتش متعود عليها عندنا في الموسيقى العربي او الاغاني العربي، وهي فكره انهم بيناقشوا، انت عارفه معظم المواضيع اللي بتناقشها الاغاني بتاعتنا بتبقى دايما ليها فئات كده محدده قوي، يعني يا اما اغنيه رومانسيه وساعات في اغنيه وطنيه اغنيه دينيه. ففكرة ان هم خرجوا كشباب عن الاطار بتاع الاغنية الرومانسية واغاني الحب المعتادة، وانه بقى يناقشوا مواضيع تانية، هم كانوا من اول الناس اللي يعملوا الموضوع ده. فاعتقد انه من هنا دوت لقى صدى عند الناس اللي بتسمعهم، بالذات الشباب الصغير، ان هم بيعبروا عنهم، عن الشباب اللي بيحاول يدور على صوته وعلى هويته وعلى مكانه اللي في العالم، اللي لقوا نفسهم فيه بمعنى اصح، انه شباب كتيره واجيال مختلفه قدرت ان هي تحس ان هي ممثله يعني في كايروكي. الافراد الفرقه الخمسه، هل حسيت باختلاف ما بينهم ولا هم شبه بعض قوي عشان كده هم مكملين؟ احكي لي عنهم كده كلهم. لا هم طبعا انا اقدر اقول لك يعني من يعني معاشرتي معاهم ودراستي ليهم طول فتره عمل الكتاب ان هم شخصيات مختلفه تماما. السؤال هم ليه مكملين ده، يعني سؤال دايما بيطرح نفسه، وهم نفسهم في الكتاب بيجاوبوا على السؤال دوت، انه السبب الاساسي فيه هو عمق صداقتهم. وعشان كده انا بعتبر ان هم يعرفوا بعض من زمان، من هم صغيرين، من هم صغيرين جدا، يعني معظمهم من سن المدرسه، واخر حد انضم ليهم اللي هو شريف مصطفى كان يمكن في سن الجامعه، اوائل سن الجامعه كمان. فالفكره الصداقه العميقه اللي ما بينهم دي بتخليهم ان هم
بتخلق ما بينهم نوع من انواع التفاهم بدرجه عاليه جدا، بتقدر ان هم من خلالها يتخطوا الاختلافات بقى الابداعيه او الاختلافات اللي في شخصياتهم او حتى اختلافاتهم هم بيشتغلوا على الاغاني، لانه برضو ده نموذج مختلف وجديد احنا مش متعودين عليه هنا. عاده احنا بنبقى عارفين المطرب او المغني هو بيبقى المهيمن على الحاله بتاعت الاغنيه، هو بينقي الكلام، بيتلحن له المزيكا، فبتلاقي 5 أفراد بيشتغلوا على عمل فني واحد، ما تبقاش مسألة سهلة أبدا. أنت لسه على تواصل معاهم؟ أه طبعا. جدا. يعني احنا اللي اتعرفنا على بعض عشان الكتاب، بس بعد كده الحمد لله هي امتدت للصداقة يعني. حاسس مزيكا كايروكي هتعيش فترة من الزمن، يعني أجيال جاية كمان هتفضل تسمعهم، ولا هي ترند؟ لا ما اظنش انها تبقى ترند خالص يعني. اولا ناس كتير يمكن بتبص لكايروكي ان هم الشباب الصغير اللي جايين من الاندر جراوند ميوزك، بس احنا السنه دي هم ابتدوا في 2003، فاحنا بنتكلم ان النهارده الناس بتسمعهم بعد ما بقى لهم 21 سنه بيشتغلوا. فده كارير طويل، وفي خلال حوالي 20 سنه دول هم كانوا بيدوروا على نفسهم وعلى صوتهم، واشكالهم الموسيقيه اتغيرت كتير قوي. هم ابتدوا من الناحيه الغربيه والمزيكا الغربيه عشان دي كانت المزيكا اللي هم بيسمعوها في الاول، وبعد كده هتلاقي مراحلهم اختلفت جدا، مع كل البوم صوتهم بيتغير وبيخاطبوا شريحه جديده من الناس ومن الجماهير. واعتقد طول ما هم قادرين يوصلوا للاجيال اللي اصغر منهم فده بيخليهم دايما زي ما بنقول كده اب تو ديت بالاحساس بتاع الجيل في الفتره اللي موجوده دلوقتي، واعتقد ده بيديهم استمراريه طول ما هم بيجربوا أشكال فنية مختلفة ومش بيحبسوا نفسهم في قالب واحد. لو في حاجة واحدة بس يمكن لما قربت منهم عرفتها عنهم أكتر أو اكتشفتها في فريق كايروكي، إيه هي هتبقى الحاجة دي؟ أنا ما كنتش متخيل أبداً مدى صعوبة إنتاج يعني أي عمل موسيقي أو عمل فني للدرجة دي. يعني اكتشفت انه الاغنيه اللي احنا بنسمعها في 3 4 دقائق وبنبقى مبسوطين بيها، ونقعد احنا بقى نقول التوزيع كان عامل مش عارفه ازاي واللحن، ونقعد احنا نعلي كده، الموضوع بيبقى صعب قوي قوي. ما بنبقاش متخيلين انه ازاي انه الاغنيه اللي بتقعد دقائق معدوده دي هي ممكن تكون خدت اكتر من سنه او سنتين شغل، وانه يبقى في منها 30 و40 نسخه بتوزيعات مختلفه، وبيبقى في اراء كتير وخناقات كتير، يعني بتبقى عملية معقدة جدا. أنا ما كنتش متخيل المجهود ده اللي بيتبذل. عادة خناقات يعني بينهم هما دايما بيبقى في آراء مختلفة بينهم؟ طبعا طبعا. هل في خليني أقول يعني تيم ليدر كده، يعني هل هما مفوضين حد منهم يبقى تيم ليدر، زي أمير مثلا هو اللي لو الدنيا خلاص وقفت خالص هو اللي ياخد القرار في الآخر؟ بصي هو الاكثر ان هو يعتمد على فكره الفوتنج، وفكره ان هم 5 دي تبقى مفيده، انه في الاخر هيبقى في ممكن يبقى في ترجيح لاصوات على اصوات، يعني ممكن 3 يصوتوا الحاجه واثنين لا، ففي الاخر هو كله بيمشي براي الاغلبيه، ودايما بيبقى الموضوع ده يعني بيتحل بالنقاشات الكتير. يعني طب تعالوا نجرب كذا، طب لو حد شايف ان هي حاجه المفروض تتعمل في اتجاه معين طب احنا نجربها ونشوف، ومفيش حد عنده حته التمسك برأيه أو إن هو لا أنا اللي بقوله صح، يعني ده مش موجود الحقيقة. على قد ما هو أنا دايما الفكرة بتبقى إيه اللي هيخدم العمل أكتر، لأن اسمهم كلهم عليه يعني. دي ميزة إن هم كلهم ليهم اسم واحد، فكلهم بيجوا تحت كايروكي، فبيبقى الأهم إنه العمل يطلع في أحسن صورة ممكنة، لأنه شايل اسم الفرقة كلها في الآخر. فكرة إن تو ليت هيغني مع كايروكي في مهرجان العالمين في نسخته الثانية أو دورته الثانية، رأيك إيه في التنوع، خليني أقول الشمول ده اللي موجود في النسخة الثانية في مهرجان العالمين، وجود حد زي تو ليت مع كايروكي؟ طبعا أنا بالنسبة لي شايف إن دي يعني فرصة ممتازة لأصوات جديدة والأصوات اللي بتطلع، وكايروكي دايما بتحب إن هي تقدم أصوات جديدة معاها في الحفلات بتاعتها، وأعتقد إنه كمان مهرجان العالمين هو يعني بقى منصة كبيرة جدا بتحظى باهتمام كبير ويلقى عليها ضوء كبير جدا وليها جمهور كبير، فده بيدي فرصة لإنه الأصوات اللي يمكن تكون لسه في أولها ولسه بتظهر إنها تاخد فرصة يمكن ما تبقاش متاحة ليها كتير
بره مهرجان مهم زي ده. الكاتب ولاء كمال، شكرا جزيلا ليك، وبنتمنى التوفيق لخليني اقول اعمال جايه ان شاء الله بينك وبين كايروكي، بنتمنى يكون في اعمال كثيره جايه.